السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشوارها سيطول في هذه البطولة مع منتخب بلاده، كرة ملعوبة، الألمان، ومن الاستحالة أن يستسلم الألمان، ومن الاستحالة دون أي محاولات تقليدية ومن دون جس نبض المباراة تبدأ. مر جنابري، دخل جنابري، مستمر، لا زالت قائمة ملعوبة، لكن عند حارس المرمى باتريسيو الالماني يواخيم لوب والاصرار بالعب. كلها اسماء تلعب كره بمحاوله لمصلحه المنتخب البرتغالي، لا زالت تحت تسجيل. اليوم من يسجل في هذا اللقاء؟ قدم لاعبين على مستوى هذه البطوله. كره بمحاوله ملعوبه ارضيه، دخاذي عندما نجح البايرن في اكتساح الكل. لا زالت قائمه، لا 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 جنابري، توماس مولر، لا زالت مستمره وقائمه. اي قتال، وقت قد حان الان 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 الان، لكن ابعدت من امام الالمان، عادت في الان، وصلت الى جوجو جوتو جوتو جوتو، لا 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 عليه أحد، يسجل في مرمى كل أحد، يسجل بهذه المرتدة، بهذه الكرة، بأقدام برناردو، تقدم مرس في الجهة اليسرى، محاولة لمنتخب ألمانيا، عادت لكروس يسرى من جديد مرة أخرى في مرمى مانويل نوير. البطولة كرة تصل عن طريق توماس مولر، محاولة بعد ذلك في نوير، ويتقدم لمصلحة المنتخب الألماني. الألمان من أجل التعديل الأولى، أمامية ملعوبة الآن، رأسية تهيأ، تسديد تأتي لك البطولة، باتريك تشيك، عندنا روميلو لوكاكو بهدفين. مهاجم يا ألمانيا، المهاجم يا ألمانيا، أين المهاجم؟ اللاعب ويليام كارفاليو، عادت في الجانب المقابل، محاولة مرتدة، والكرة تعود بعد ذلك، وصلت المحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء. فريق مانشستر يونايتد، جريرو يلعبها داخل منطقة الجزاء، رأسية تأتي. الكثير من الحماقات ليجعل ألمانيا أضحوج بلقب الأبطال بهذه البطولة. جرابري يدخل يتوغل، والتدخل يأتي، 36 سنة، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة أيضا في تلك البطولة، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة، قرب من دون مساعد، كرة بمحاولة ملعوبة لمصلحة المنتخب الألماني. كاد أن يعاقب، كاد أن يضرب كيف، وكانت أكبر خسارة للبرتغال أمام المنتزه. لمسة إلى كوزنس، يسجل الألماني التعادل، يسجل الألماني التعادل في لحظة الحاجة. فراغوسنز عرضية، لا يوشوا عرضية داخل منطقة الجزاء. جماهيرها أمر لن يكون مقبولا أبدا. صاعد المنتخب البرتغالي، خطيرة جدا للبرتغال، إلى من؟ إلى ما تأتي ملعوبة خطيرة جدا. لا زالت قائمة، عرضية داخل منطقة الجزاء، يسجل في مرمى المنتخب البرتغالي لتعود المحاولة بعد المرتدة، ملعوبة أمامية خطيرة جدا، عرضية داخل منطقة الجزاء. حتى هذه اللحظة مرة أخرى من جديد، لا 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 30 بقميص البرتغالي، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، المحاولة من ركنية، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من رون، جنابري ينطلق إلى الأمام، جنابري في هذا اللقاء بطل منافسات بطولة الدوري. المجموعة كرة من أجل الثالث الآن، عرضية داخل المنطقة، نعم يأتي الثالث، هذه المرة ألمانيا تسجل لنفسها، لمكانتها، لتاريخها، ولأرقامها القياسية في البطولة. تسامي اللقب في شك، تبديل يسعى منك.
كان للبرتغالي رأي آخر. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وصل إلى ريناتو سانشيز يلعبها إلى برونو فرنانديز داخل منطقة الجزاء. من هذا المكان يا كريستيانو من هذا المكان يكون من أجل صدارة هذه المجموعة اللي هو أوليفر كان وقبل ذلك إنجليزي في الأدوار القادمة. كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. سيب ماير هو أول حارس مرمى يحمل شارة القيادة في ألمانيا. تضرب بقوة في مباراة الكرة في الجهة اليسرى وصلت إلى ديوغو جوتا. جوتا وهو طريق بيبي يلعبها إلى ديوغو جوتا انطلاقة من يوشوا كيمش لا 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 كبرياء ويا له من كبرياء. حضور وأي حضور تاريخ ولا يمكن لهذا التاريخ أن يمحى. شوط المباراة الثاني مشاهدينا أينما كنتم كانت معها إسبانيا والبرتغال ورومانيا 2000 لتؤكد أحقيتها في الفترة الماضية. كرة بمحاولة منطقة الجزاء خطيرة جدا كريستيانو رونالدو. يعودون مرة أخرى وبأقدام ديوغو جوتا. جوتا يسجل يقلص الفارق لمصلحة البرتغال هنا من خلال هذه المحاولة لا وجود في شوط المباراة الثاني. والحديث عن غوريتسكا عادة إلى سيرته الماضية وأصبحت اليورو ب24 منتخب واللاعبين اللي هو توني كروس إلى حارس المرمى مانويل نوير. البرتغالي بمحاولة الآن كرة ملعوبة داخل أرضية الملعب البرتغالي. كرة بمحاولة ملعوبة وصلت إلى رافا سيلفا بالكعب لكن أيضا ذلك عن طريق من كرة بمحاولة عند كريستيانو رونالدو رونالدي بعد ذلك مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني بخمس كير. محاولة البحث والتقدم الآن لك.